الله وتوفيقه. بسم الله الرحمن الرحيم، متواصلون مع حضراتكم في انطلاقاتنا الموفقة والسليمة، انطلاقة شوطنا 18 في مجمل انطلاقات هذا اليوم المخصص لسن القعدان الحقائق، المسافة 2 كيلومترات الحاضرة معنا في هذا اليوم. مشاهدينا متابعينا مستمعينا الأعزاء، مقدمة الشوط من يفتتح إذاعة هذا الشوط نيوم يا نيوم لسيد لهوب سعد بن طالب بشريم. المري يسيطر على المقدمة والصدارة، لكن القادمون حامل رقم 2 مشاهدين الكرام من سناس سحمي بن علوش بالراجس الدوسري على المركز الثالث، مركزنا الرابع وصل المياس حمد بن محمد بن طالب المري على المركز الرابع، المركز الخامس هدلان على المركز الخامس، سيد فارس بن محمد بن سلام العطوي. يا سلام هذه النتيجة، ولكن نعود إلى حامل الرقم 1، إلى من يسيطر شعار التوقيت الأفضل في هذا اليوم. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هون بسعد بن طالب بن شريم المري انطلق مع نيوم. يا سلام، سيطر على الأمور في المقدمة، لكن القادمون العانون الهاجمون، الغزال قادم حمد بن طالب شريم المري على المركز الثاني، المركز الثالث هنا للقدوم المتسلل الفهد حمد بن علي بن جابر البنا المري، وأيضا شعار السيد سحمي بن علوش الدوسري، أيضا شعار السيد فارس بن سلام الحويط العطوي. مشاهدينا الكرام، لكن نعود إلى مقدمة الانطلاق. يا سلام، سيطر بن شريم، سيطر صاحب التوقيت الأفضل، الله انطلق مع نيوم، نيوم يا نيوم، لا هوم بن سعد بن طالب بن شريم المري المركز الثاني، هنا القدوم مياس حمد بن محمد بن طالب المري مركزنا الثالث، الفهد قادم حمد بن علي بن جابر البنا المري المركز الخامس، المركز الخامس الغزال سيد حمد بن طالب بن شريم المري قادم على المركز الخامس، لكن نعود إلى صدارة الشوط، إلى الانطلاق والاندفاع، إلى اللي غير وانتقل بدوره. يا سلام، مياس يا مياس، حمد بن محمد بن طالب المري غير وانتقل بدوره للصدارة، غير الأمور وانطلق انطلاقة الفوز، انطلاقة الناموس، لكن له بن طالب بن سعد بن شريم، الله يحاول مع نيوم، يحاول مع نيوم. يا سلام، الله نيوم، نيوم ومياس لحظات الأخيرة، لكن نيوم حامل الرقم 1 حاصل على المركز الأول، شعاري صاحب التوقيت الأفضل في صباح هذا اليوم، انتزع الشوط من صالحه. نقطة ثانية، الله له بسعد بن طالب شريم المري، تهانينا والناموس على فوز نيوم بالمركز الأول، تهانينا والناموس المركز الثاني حمد بن حمد بن طالب المري، مركز الثالث سيد فارس بن سلام العطوي المركز الرابع. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، مركزنا الرابع سيد سعد، المركز الرابع مشاهدينا الكرام سيد سعد بن جابر المرسان الهاجري، ولكن الإعادة فيها الإفادة لمراكزنا الخمس المتقدمة في هذا الصباح. نهني ونبارك السيد لهوم بن سعد بن طالب المري مالك نيوم صاحب التوقيت الأفضل، شعار اللي حقق التوقيت الأفضل في هذه الفترة الصباحية ليوم القعدان. نعود بالتوقيت الأفضل، بالتوقيت الزمني، ساعة وصول نيوم خط النهاية، معلن الفوز والناموس لسيد لهوم بن سعد بن طالب مري، 3 دقائق 3 ثواني 96 جزء من الثانية، تهانينا والناموس سيد لهوم بن سعد بن طالب بن شريم المري، مركز الثاني كان من نصيب مياس حمد بن حمد بن طالب المري، توقيت الزمني 3 دقائق 4 ثواني و46 جزء من الثانية، المركز الثالث كان من نصيب شعار سيد درب لسيد مصلح بن محمد بن مسفر الف طح اليامي، ما فجأنا في الامتار الاخيرة 3 دقائق 5 ثواني 89 جزء من الثانية، تهانينا يا الفطح على المركز الثالث، مركزنا الرابع مشاهدينا المتابعين الكرام، المركز الرابع كان من نصيب الفهد السيد حمد بن علي بن جابر البنا المري، 3 دقائق 7 ثواني 32 جزء من الثانيه، عمل رقم 12. مركزنا الخامس ايضا سياف السيد راشد بن تعيكان بن صالح المري، تهانينا والناموس لجميع الفائزين معنا، وحظا اوفر لمن حلفهم الحظ في المشاركات القادمه. توقيت المركز الخامس 3 دقائق 7 ثواني 37 جزء من الثانيه، تهانينا والناموس لجميع
جميع الفائزين. نترككم الآن مع لقطات حية مباشرة مع مخرجنا العزيز حتى انطلاقة شوطنا القادم. لكم طيب المشاهدة وحسن الاستماع.